هذا لا فاي فاي لا هاي ابيض لا هاي يا مش ادراك وبيض بيضة تصورها ولا الجيكان لا تحلوا لا تزرفوا لا تلنديه والله جاي لحق مدفونه مشى ما هاي القطع الغير على شوف يا مجال حبيب فيه والله جناح لا لا هذا جناح والله كيفك والله جناح ليش؟ والله هنا انا ابو حبيب انا من الطياره ما في رفع من نادي بعد التوكل على الله انطلقت قوة صباح هذا اليوم من الحشد الشعبي لمطاردة أوكار داعش في داخل بحيرة حمرين، وأنا أعتقد في هذا العملية فريدة من نوعها لكون أول عملية تنفذ على الجزر الوسطية داخل البحيرة، وهذه العملية بنيت على أساس عمل استخباري كان بجهد الكاميرات المراقبة والتصوير الجوي والمداخل والمصادر وتعاون الأهالي في محيط هذه المنطقة، أدت إلى نتيجة تحديد المواقع، وأيضا وصلنا إلى معلومات وجود طائرة مسيرة في هذه المنطقة تم العثور عليها في أحد الجزر داخل البحيرة، وأيضا مضافات للتنظيم، وتم مطاردة العدو ولحظ العدو منهزما باتجاه شمال بحيرة حمرين، ولدينا عمليات بالأيام المقبلة، لدينا المعلومات الكافية إن شاء الله حول هذا الموضوع.